النتيجة الآن نعلنها والحاصل على 600 نقطة إضافة لنقاط الجمهور هي آلية المطبخ، آلية غدوة. يا حمد، يا بسام، يا خالد، يا مشعل، انت ترند يا مشعل. الله يرضى عليك، والله انها يا كبرها بقلبي، يا كبرها بقلبي. هل سيحصل مشعل وتكمل الفرحه بال 600 نقطه ويفرح كذلك خالد، وخالد كذلك يفرح مشعل، او حماده مركز على الاهداف؟ حماده مركز على الاهداف حرفيا بدون اي ملعقه. بسام، بسام ودك تفرح اليوم؟ اي والله يا عبد. حمد ودك تفرح؟ اكو عبد الله ترى الحزينيه تكثر. احس موضي ودها تفرح. يا رب يا رب. الشتاء ولا احس مبارك وده يفرح. الله. لا تنسى ان خالد برضو غنى لنا اليوم واطربنا وحزننا شوي، كذلك مشعل يعني ترند الاول. حرام ما تفوز يا مشعل، احسها غبنا يا مشعل. قسم بالله كم صار اللي عندك يا عبد الله؟ شوفني ما افوز. تبغى تفوز؟ اي والله والله انها ناخرتني بقلبي. مشعل لا، خل مشعل، خل مشعل، روح لحمد. حمد يا ويلي. بسام والله انكم ما قصرتوا، يعتبر هذا الفوز كم رقمه يا حمد بالنسبه لك؟ اذا من 5 مشاركات الثاني، ثاني إذا فزت، وإذا هي خسارة الرابعة. لا، الخسارة الثالثة. ألف تريليون مبروك، وعطري لونك يا شريف، وافرح وانبسط واستانس. جد 600 نقطة فوقها نقاط الجمهور. صدقني جمهورك فخور فيك، جمهورك ما ندم ولا مرة أنه صوت لك، ولا ندم ولا مرة أنه كتب حرف عشانك. افرح يا خالد يا مشعل الفرح. عندي ابيات، عندي ابيات. طيب 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 طيب. عندي ابيات، خلي خلي افرح افرح وبصوص. وين اهل المبدا بذاته وحضوره وبصفاته، وجاه يطور حياته دايما سكريبته الافضل، دايما سكريبته الافضل، دايما سكريبته الافضل. يتميز بالموهب ويتحدى في المصاعب، يطمح الاعلى ألف مبروك، ألف تريليون مبروك لمشعل العنزي، وكذلك خالد الدوسري، وهارد لك للجميل الخلوق اللي اتفق الجميع على حبه حتى لو ظهر غير ذلك لك عزيز المشاهد. حمد المري الصريح والطيب والقائد في هذا البرنامج، هارد لك كذلك للجميل بسام السيف. يا عفوا يا رب تعوضونها في المرات القادمة، اجتهدتوا وما قصرتوا، الفرق كان 5 نقاط فقط. هذه حال الدنيا صحيح. اعذروني اعزائي في الكنترول الشباب، في قصيدة ابيات كاتبها المتصدر.